بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 92 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يستمر الشيخ رحمه الله في شرح معاني الظلم وأنواعه والشفاعة فيه، فيقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالكفر المطلق هو الظلم المطلق، ولهذا لا شفيع يوم القيامة لأهله، كما نفى الشفاعة في هذه الآية وفي قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقوله إذ نسويكم لم يريد أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: هذا العالم له خالقان متماثلان. حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن. واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه. وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم في غير آية كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وذكر الشيخ رحمه الله آيات كثيرة في هذا المعنى، ثم قال: وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون،
فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيقول: أي رب أمتي، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم، فكان الله يجيب شفاعته ودعاءه. ثم عاد الشيخ رحمه الله إلى الموضوع الذي يتكلم عنه وهو الظلم، فقال: وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، فظلم هو الشرك الذي لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم لبعض لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، ولا يسقط حق المظلوم إلا بشفاعة، ولا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، لكن قد يعفو المظلوم عن الظالم كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة. فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة. ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره، لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب، كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم بعضا، كقول آدم وحواء عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى: ربي إني ظلمت نفسي. لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف، ولله الحمد أنه ليس كفرا. وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.